السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفو ان شاء الله في هاد لابارتي غالغي ديماج بسي اس اس. دونك لاحظتو شفتو هنايا كاين دي زيماج، دونك اجوتيت هنا دي زيماج صوبت هادشي بالاتش تي ام ال. دونك تو سامبلومون الاتش تي ام ال راه لو كود ديالو سي تري سامبل، يعني جوست ابليكيت واحد لي زيماج، يعني درت اون غالغي ديماج. دونك هاد لي زيماج كيتبدلو اشاك فوا باسكو وخدمونو واحد لا يعني واحد لو سيت كي فورني لي زابي اي ديماج. دونك تو سامبلومون غادي نشوفو كيفاش نصوبو لو ستيل و بيان ابليكيو دي ستيل على هاد لي زيماج. دونك عندي انايا غالري، دونك هنا كلاس غالري تو سامبلومون خصني نابليكي عليها. دونك غنمشي ندير ديف بوان غالري، دونك نابليكي عليها المارجين. مارجين نعطيه مثلا 5 بيكسل، ابخي نابليكي مثلا واحد البوردر، دونك نابليكي مثلا 1 بيكسل سوليد et couleur يعني CC par exemple et couleur يعني et غن appliquer float left et width par exemple 180 بيكسل. دونك لاحظتوا دابا لي زيماج ديالي ولاو يعني في واحد الحجم اخر، دونك باسكو ا شاك فوا كيتبدلوا هاد لي زيماج. الوغ دابا غن appliquer مثلا واحد الهوفر div point gallery image point hover pardon hover نستعمل hover باش نابليكي عليه مثلا border. اون فوا كنكليكي عليهم border كيتولي عنده مثلا 1 بيكسل solid مثلا 7 7 7 7 فوالا. دونك تو سامبلومون كون جو كليك الى لاحظتو راه كيتبدل الهوفر. دونك نابليكي اوسي مثلا div point gallery image الويت ديالهم غادي يكون مثلا 100%. لاحظتوا دابا راه الحجم تبدل شيئا ما. نرجع نبدل الهيت يولي اوتو، هنا غادي يتغير. دونك فوالا، دونك لاحظتوا هاد الكالغي ديماج حاولنا ما امكن ان نبدلوا ليها السايز ديالها. دونك فوالا نحيد هذا نديرو ريد باش يبان اوضح. دونك اون فوا جو كليك كيولي ريد. الوغ بقى ليا دابا غير لا ديسكريبسيون. دونك عندي ديف بوان ديسك باردون سي مينيسكول غادي تكون ديسكريبسيون يعني بادين، نعطيها مثلا 15 بيكسل اي تكست الاين مثلا سنتر. دونك فوالا هنا سونتري. دونك تو سامبلومون صوبنا دابا غالري ديماج يعني بسي اس اس وراها سي تري سامبل، يعني لو كود سي اس اس راه تري مينيسكول ماشي شي حاجة كتيرة. دونك راه اشاك فوا كيتبدل لي زيماج باسكو خديتهم من ان سيت كيفورني لي زابي اي ديماج. دونك تو سامبلومون هادشي اللي كاين في هاد لابارتي، ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في اون اوتر فيديو. وما تنساوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه.